بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الأخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغ إي كومبخوندر. كالعادة سنكمل مع صوت أ أفون ليكول، قبل المدرسة. أفون ليكول قبل المدرسة، المقصود هنا avant d'aller à l'école، قبل الذهاب الى المدرسه. اذا قبل المدرسه لو ماتان، الصباح، المقصود هنا في الصباح، في الصباح لو ماتان. هي تفهم هكذا عندما تاتي في الجمله، نقول مثلا لو سوار يعني المساء، ولكن اذا اتت في الجمله المقصود بها عند المساء. لو ماتان، لو ماتان في الصباح. مينا سوليف، اذا مينا تستيقظ، مينا سوليف. طبعا عندنا هنا لو فيرب سو لوفي، كما نقول استيقظ. ال سولاف، ال سولاف، ال سولاف، ثم هي تغسل نفسها. هنا ايضا عندنا لو فيرب سولافي، هنا ايضا عندنا لو فيرب سولافي. اذا عندنا هنا لو فيرب سو لوفي، استيقظ او نهض من مكانه، تتعني هاد المعنيين لحسب الموقع ديالها في الجمله. ال سولاف المقصود ان تغسل اطرافها. لو ماتان من السولاف، ال سولاف، المي، سا روب لو افيك دي ديسان، المي، المي، سا روب بلو افيك دي ديسان، المي. Bien sûr, c'est le verbe mettre. C'est le verbe mettre. Par exemple, moi, je peux mettre un stylo. Moi, je mets un stylo. Et donc, on a adaro kalaman. Walakin, had adaro, mumkin anna ta'ni labisa. Anna adaro mi'tafi. Nafsu shi'a fi lugha fransiya. Elle met sa robe. Et donc, hiya tadaro fustanaha. Le maqsoud anna talbis فستانها. المي سغبل فستانها الأزرق. avec des dessins، avec des dessins، voilà ce sont des dessins comme nous le voyons. إذن عندنا رسوم كما قلنا. طبعا ذكرنا هذه الكلمة، هذه لو ديسان يعني الرسم، ومنها لو فيرب ديسيني كما رأينا فعل رسم. إذن هي تلبس فستانها الأزرق بالرسومات، بالرسومات يعني هذاك الفستان الأزرق به رسومات. المساغو بلو افيك دي ديسان، بوي ثم الكور او جاردان. ici on a le verbe courir، courir c'est le verbe courir، فعل جرى. puis elle court، ثم هي تجري، au jardin إلى الحديقة. إذن ماذا ستفعل في الحديقة؟ elle donne une carotte à Tintin، elle donne une carotte، regardez là، elle donne une carotte à Tintin، إذن هي تعطي جزرا لتنتن. elle donne une carotte à Tintin. Le lapin. C'est qui Tintin? C'est le lapin. Et donc, nous parlons de Tintin, qui est l'arnab. Du blé au poussin de René. Elle donne aussi du blé au poussin de René. Et donc, tu as aussi un houbouben, le firar René. Du blé au poussin de René. Et vite, tomba bisora. Elle part. Yetadab, yetantalek. Adana, le verbe partir. On a le verbe partir. Elle part sur le chemin de l'école. Yetantalek, ala tariq al madrasa. Tomba t'akhut tariq al madrasa. لتذهب إلى المدرسة. إيفيت وبسرعة
elle part sur le chemin de l'école. Et donc, comme on a dit, avant l'école, le matin, Mina se lève, elle se lave, elle met sa robe bleue avec des dessins, puis elle court au jardin, elle donne une carotte à Tintin, le lapin, du blé au poussin de René. Et vite, elle part sur le chemin de l'école. Tout le monde a fait un autre safa, jeu de lecture silencieuse, لعبة القراءة الصامتة كما رأينا في غير ما مرة مونتخ مو طني مو بار اكزومبل جو دوموند مونتخ مو طني إذن أنا أسأل مثلا أريني طبعا عندنا هنا لوفيغ مونتخي وماشي لوفيغ متخ لوفيغ متخ هذا فيه الوضع هنا مونتخي يعني أنك تشير إلى شيء أنك تتوري مونتخ مو يعني وريني أريني أريني ماذا طني أريني أنفاك إذن أنت مثلا ستقول لي فوالا موني فوالا سي موني إنه أنفي ثم مونتخ مو طنكو مونتخ مو طنكو إذن ستقول لي فوالا سي مونكو فوالا سي مونكو تشير إلى العنق ثم دسين ان رون ثم ارسم دائرة ثم ارسم دائرة دسين انشا طبعا عندنا هنا لو فيرب دسيني في الرسمة وفي الغالب كما ذكرنا في السابق يستعمل عند التعبير عن رسم الاشياء في الغالب عند رسم مثلا دائرة كما عندنا هنا ممكن نستعمل لو فيرب تخصي كما ذكرنا ديسين ان رون ارسم دائره ديسين ان شا ارسم قطا ديموا طنو ديموا قل لي طبعا عندنا هنا لو فيرب دير هنا لو فيرب دير في عقاله ديموا قل لي طنو اسمك المقصود هنا ما اسمك قل لي اسمك ديموا طنو Dis-moi ton nom. Chante une chanson. Chante une chanson. Ranni ornia. Ranni ornia. On a le verbe chanter. Chante une chanson. Toma montre deux plumes. Montre deux plumes. Taban adna le verbe montrer. مونتخ يعني أري أري هنا عندنا أريني أشير إلى كما نقول مونتخ دو بليم دو بليم إذن أري ريشتين أري ريشتين جوج الريشات وريهم ثم مونتخ لو لابان مونتخ لو لابان أري الأرنب إذن طبعا ستقول هنا Voilà, ce sont deux plumes. Innahum rishatin. Thumma huna taban sataqul. Voici le lapin. Ha huwa al-arnab. Wabittali satakun qad bayyanta al-arnab. Qad asharta ila al-arnab. Idan kama qulna al-an. Montre-moi ton nez. Voilà, c'est mon nez. Montre-moi ton cou. Montre-moi ton cou. Voici mon cou. Dessine un rond. Voilà, j'ai dessiné un rond. Haïa, un arasamto, daïra. Dessine un chat. Mettez-le. Voilà, j'ai dessiné un chat. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Moi, par exemple, je m'appelle Ahmed. Ou bien je m'appelle Mustafa. Ou bien je m'appelle Karim Mettez-le. Ou bien je m'appelle Amina. Mettez-le. Chante une chanson. Taban ida kunta tahfad. Ornia, satourani, ornia. Montre deux plumes. Voilà ce sont deux plumes. Voilà ce sont deux plumes. Mettez-le. Montre le lapin.
Montre le lapin. Voici le lapin. Voici le lapin. إذا نستأنف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.